السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اليوم راح نتكلموا على نبته اللي هي المكحله، يعني النوع الثاني. كان قلنا في الفيديوهات اللي فاتوا بلي كاين انواع، وكل خطره نهضر لكم على نوع. يعني هذا النوع شوفوا كيف داير. ها شوفوا هنايا كي ضرب فيه السميشه، هنايا كي ما تغرش فيه هنايا السميشه. شوف كيفاش ينوض. ها مخطط، يعني هي مكحله مخططه، يعني هكذا يعيطوا لي يقولوا لها عطوني اعطوني. كي يجوا يدوا يقولوا لي يعني اعطينا المكحله مخططه، يعني هكا على حساب هكا مخططه. يعني هذه هي. اليوم نوريكم كيفاش يكثر منها. حنا راح نهضروا عليها في نفس الوقت نوريكم كيفاش نديروا نقلوها يكثر منها. يعني كاين خواتاتي يقولوا لي اعطينا نبته تاع درك. هي هذه النبته، واصلا هذه النبتات يعني راهم منسيين، كاين اللي ناسينهم. حنا ما نحوسوش، حنا علاش ما نجيبوش حنايا الورد اللي تاع جداتنا، يعني ونعاودو نديروهم نبتات جزائريات، يعني نعاودو نرجعوهم، يعني نبتات تاع جداتنا وكاع نعاودو نرجعوهم باش يعاودو يعني يزينو لنا ديالنا. ودوكا نوريكم كيفاش يكثر منها. اما الاعتناء بها والري كيفاش نسقوه يعني وكيفاش نعتنوا به، انتظروا ان شاء الله المره الجايه ندير لكم. اليوم راح نديروا اكثر منها، باسكو رانا في وقت الخريف والشتاء. نوريكم كاع النباتات الشتويه كيفاش نديروا اكثر منها. كاين حتى نباتات صيفيه لكن يوصلون يوصلوا يعني يشدوا حتى الشتاء. هكذا شوفوا احنا دائما قلنا نقصوا ونقلعوا هذه هكذا ونغرسوا. انا ديجا راني موجده هنا، هذا بو انا صنعته في الدار، هذا بيا ان شاء الله ندير لكم فيديو قصير كيفاش ندير ونصنعوا كما هذا في الدار. يعني كانت تصنعين في الدار وتعلقيهم والله العظيم ما يبانش بلي قاعد لي. يعني هذه احنا قلنا كل شيء في منزلي، يعني دارنا دارنا، يعني نصنعوا بلا ما نشرو. حتى ولو نسى دوك يجوا يقولوا لنا ديري لنا كما هذا في بو ثاني يجوا يحبوه. لو كي بديت نقولهم عليه يعني باش ما يرموش القارورات هادو ما يرموهمش حتى ولاو يبغوه. حنا شنو نديرو من نقلو من بعد نعاود نقصلكم باش ما نضلش نثقب ونعاود نرجع. حنا نحو هذا اليابس هذا دوكا ماناش نديرو هكذا. كل خطره نعاودو نجددو النبته يعني تروح صاي. ان شاء الله يكونوا من الناس يحبوا النباتات ويحبوا يعني باش يحلوا المشتلة لازم يخدموك، ما يروحوش يشروه من الخارج، لا يعني يحاولوا يديروه في الدار باش يجددوا النباتات جزائريه، يعني نبته جزائريه مش حتى نروحوا نشرو. حتى ولي تجيبوها لنا من الخارج يعني الجو ماهوش ملائم بين الجو تاعنا وتاعهم، لكن نحاولوا كيفاش نديرو باش نخلوها توالف الجو تاعنا. شوف هنايا اللي كبير خرجتو حتى لهنا هكا. دوك ندير وحده غير حداه باش ما نحكموش الجد تاعها. هيا ها هي ونها نولقت نحو وحده بحال هادو اللي خرجوا. نحو وحده شوفوا العروق تاعها، يعني دير العروق تخرج دير شي ثلاثة هكا ودير هذا. حنا نوريكم منا كيفاش نقلو، يعني هذا ثاني هذه ثاني كما تقول جدة كسر وغرس، يعني ما تخافوش. ها ان شاء الله كل خطره نوريكم نبته دي تقدروا تكرروها. كديروا كاع هكذا دوك هي بوحدها تعاود تو هادي تنغرسوها مليح هادشي تطلع مع التربه اللي مهم
اي ناشفه ماهيش كنا نضاري ندير النبتات نورسهم او تراب مشروح يعني هي ماما نديرو طلبه ناشفه وانا خطرت من الخاف لي الاخر يموت ولا يذبل لي صافي في هاد اليامات راهي سخانه جات بزاف وكنت مشطوش على هكاك نبغي نشرب دوك هادو حنا درنا هادو منعرف من هادو ودرنا شتلات شوفوا الشتلات كيفاش ينوضوا هادو كانت في السميشه ها بس كنت تعيش في قلنا في برا ولداخل انا نوريكم كيفاش ديروها لداخل يعني هذه دخلوها اللي عنده برا يدخل هذا باش يبتني بها الواحد بيخليها لبرا معليش ما كاش مشكل يعني تنوض شتا وصيف وبرا ولداخل ما تخافوش من هذا وان شاء الله تكونوا فهمتوا مليح مليح وما تنساوش يعني تسقيوها نشربوها قبل ما لازم كي نقلوها منا نديروها هنا في التربه نشربوها انا واش موجوده عندي الماء دونك ان شاء الله نكون نشربها وما تنساوش الاشتراك في قناتي وما تنساوش التعليقات وتسقسوا يعني لازم تسقسوا كيفاش اللي يحب النبته لازم يسقسي كيفاش نغرسوها وانت واش مشهر يعني ما يعني نرجع لكم وانا فرحانه والله العظيم نفرح كي نعرف باللي كاين اللي يبغي النبته كيما انايا وما تنساوش الاشتراك ليصلكم جديد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.